اننا في الصيف والافراح كتير، ربنا يكتر افراحنا. الافراح معظمها من العيد الصغير للعيد الكبير مكمله معانا. معظم الموضه دلوقتي ان الافراح تبقى اوت دورز. اوت دورز يعني جاردن، جنينه، او مثلا على البحر. فلبس المعازيم او العروسه بيكون مختلف عن الشكل اللي في قاعه. فطبعا احنا قلنا ناخدكم في جوله سريعه كده نعرف فيها ايه اخر صيحات الموضه في الالوان وفي اشكال هدوم المدعوين او العروسه مع مصممه الازياء ميسه وحيد. اهلا يا ميسه. اهلا، نورتينا. ربنا يخليك. عايزين نعرف منك ايه اخر الالوان الموضه دلوقتي في الصيف بقى وبحر او اوت دورز، بتبقى مثلا كجناين، فايه الحاجات اللي بتليق السنه دي على الحاجات دي يعني؟ بصي، هو كده كده الوان الصيف 21 كلها باستيل كولر، يعني الالوان الفواتح، اللبني، الاصفر، الاورنج، الفوشيا، البينك، كل الالوان الفواتح. ده بالنسبه للسنه دي بس ولا؟ ده بالنسبة للسنة دي، وهيبقى مكمل كمان السنة طبعا الجاية. بس كل سنة الكالر عموما بتحط لون زيادة أو لونين مختلفين، بس بتفضلي على حسب برضه اتجاه الموضة ماشي ازاي. ودي الألوان الدرجة قلنا اللي هي الباستيل، زي الباستيل كالر، زي الأصفر، اللبني، الأصفر الفاتح، اللبني الفاتح خالص، الأورنج، لون المانجا شوية. الأورنج مش الصريح مش كده؟ لا، الأورنج الأورنج، الأخضر، البيربل او الموف. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للالوان ولا المعزومين؟ لا، المعازيم طبعا. العروسه غالبا بتلبس لازم يا اوف وايت يا ابيض. وما بقاش دلوقتي حتى في الخطوبه بيلبسوا الوانين، كان زمان بنشوف الوان في الخطوبه، دلوقتي بقى كل البنات بتبقى عايزه تلبس اوف وايت او ابيض او فلاش بينك او كده، يعني ما بقوش بيلبسوا. بيبقى ده الافضل. بالظبط. كانت الخامات الاول مشغوله قوي وزي ما بيقولوا تطريزات، هل لسه لغايه دلوقتي التطريزات درجه ولا بقت اهدى؟ يعني عايزين نعرف ايه الموضوع. بصي، التطريز عمره ما بيختفي من السواري، خلاص التطريز لازم يكون موجود، بس كل واحد وذوقه. يعني في ناس بتحبه تقيل قوي، في ناس بتحبه خفيف، دي حاجات تبقى اذواق يعني تقدريش تحكميها، بس كله موجود. يعني بتختلف ايه بقى؟ بتختلف الرسمه، بتطرز بايه الخامات بتطرز بيها. هنا بقى بنخش على الفاشن، اذا كنا احنا يعني هنعمل ايه في الحاجه علشان خاطر نشوفها شكلها عامل ازاي. اوكي، لكن مش فارق خالص التطريز تقيل التطريز خفيف، عادي. بس طبعا بما ان احنا دلوقتي خلاص بقاش ما فيش قاعات مقفوله، الدنيا كلها مفتوحه، كله عايز لازم تعملي اوبن اير، فانت بتبقي اوريدي في جاردن اصلا، وبتبقي ساعات الصبح وبتبقي ساعات على البحر، فبيبقى التطريز غالبا بيبقى اهدى. بس دايما بتبقى مامه العروسه، اخت العروسه، مامه العريس، اخت العريس، يبقوا في تميز شويه، يبقوا ظاهرين، فبيبقوا حابين الحاجه تبقى مطرزه اكتر شويه. وايه شايفاه انسب للصيف، القصير ولا الطويل في الفساتين؟ بصي، يعني انا عندي كده فيجن معينه في الحته دي، دايما بحب لما تكون المعزوم قريب قوي من العروسه يلبس طويل. يعني شايفه ان الفساتين الانسب ايه، الطويله ولا القصيره يعني كعروسه؟ العروسه على البحر ممكن تلبس، لازم تكون الفساتين خفيفه ما تبقاش تقيله قوي، عكس لو اوت دور او جاردن. لو احنا على جاردن ممكن نلبس اي حاجه، ممكن تلبس ديل، ممكن تلبس حاجه فرانسيس منفوشه قوي، ده عادي. لكن على البحر دايما علشان البحر بيبقى دايما الصبح، فلازم بنلبس حاجه خفيفه تطرزها اقل شويه، بتبقى غالبا ميرميد، او ممكن تكون اطول، قصيره من قدام، طويله من ورا. طب افرضي مثلا الفرح مستمر من الصبح لليل، بتفضلي ايه يكون شكل الفستان؟ يكون بقى حاجه جوكر، اللي هو ممكن ميرميد. خلي بالك ان احنا كنا قبل كده لما كانت في الافراح في القاعات كانت البنات بتلبس ميرميد عادي جدا. ممكن يبقى ميرميد بس يبقى تطريزه مش تقيل قوي، على اساس ان يعني هو ينفع صبح وليل. ينفع صبح وينفع بالليل. طيب بالنسبه للالوان بتاع فستان عروسه فرح مش خطوبه، ممكن تكون ايه؟ هل ممكن نخرج بره الابيض والاوف وايت ولا لا؟ بصي، في اتجاهات كده، في مثلا ناس عملت البيبي بلو الفاتح قوي فستان فرح، فرح مش خطوبه، فرح. اوكي، في ناس بتعمل الصمال الفاتح خالص فستان فرح، وفي ناس بتعمل البينك الفاتح قوي فستان فرح. اوكي، ممكن تشيت خفيف، بس غالبا العروسه الاحلى ان هي تلبسي ابيض يا اوف وايت. يعني لان بصي تقدري تلبسي الالوان دي، هي بيميزها اعتقد، بيميزها عن ان تبقى هي معزومه يعني.
ممكن بقى تغيري في التطريز بتاعه، او ممكن تحطي لون تاني جوه الابيض ده لو حد حلق في شغل في الكاشوه كاحجار مثلا او حاجه، تدي رفلي ان احنا في هنا لون مختلف او بميز العروسه هنا بشكل مختلف. بس عاده العرايس كلها بتطلب الابيض الافضل. هو اللي دارج اكتر. كان في سنين جت كده كانت الفساتين فيها جولد، فهل ده لسه موجود؟ بصي لا ما بقاش موجود قوي حوار الجولد ده، بس بقى موجود الشامبين. في ساعات بيبقى في حاجات لطيفه قوي ان بيعمل باش وحط كل القماش المتقطع عليه او التنتال المتقطع ابيض، فبيديكي افكت ان هو اللي هو التول المفرغ، مش كده بتقولوا عليه؟ المفرغ بتبقى ابليكس كده كبيره بتتفرغ، او لو حتى تطريز هاند ميد. عايزين ممكن تورينا نموذج لتول مطرز مثلا؟ بصي مثلا دي حاجه لو احنا اتكلمنا، ده حاجه كلاسيك جدا. الوردات هنا 3D ان هي بارزه، يعني بارزه اوكي. وفي هنا اللولي طبعا كل البنات بتحبه ده، ممكن بيتفرغ ويتحط ويترص بقى طبعا بشكل ارتستيك على حسب الديزاين على السكيرت وعلى التوب بتاعت الدرس من فوق. اوكي دي لو هنتكلم على الورود وكده، واعتقد الورود للشكل السامبل اكتر مش كده، ان لمعته اقل. لمعتها اقل، ممكن بنزود اللمعه على حسب ما احنا عايزين. في كمان اللي هو ورق الشجر. الله يجمل. فورق الشجر ده جواه جاردن كمان مش كده؟ بيبقى لطيف قوي، لان بصي لو تشوفيه هتلاقيه عباره عن ورد، وفي اللي هو ورقه الشجر حاجه رقيقه قوي تنفع للجاردن وتنفع للبحر برضو. اوكي، لان هو تطريز ومش تقيل خالص. وارد ان انا احط ابيض على لون تاني زي ما قلت، على باش، وبنحط الابيض عليه من فوق، يعني بناخد دول لوحدهم بنحطهم على الباش، بيدي نتيجه حلوه قوي. طب لو عندها البرايد ميد زي ما بنقول، او البنوتات اللي بيكونوا حواليها بيدخلوها اصلا الفرح، فتنصحيهم يلبسوا ايه الدرجات؟ بصي دايما لو احنا هنبقى في جاردن نلبس دايما الالوان الفاتحه، يعني بما ان احنا دلوقتي اصلا الالوان بتاعتنا بتاعت الصيف كلها فاتحه، فخلينا برده في الفواتح. كلهم بيلبسوا طبعا نفس الدرجه، بينقوا درجه واحده باشكال مختلفه، لان طبعا كل جسم ليه كات مختلفه على حسب الجسم بيبقى عامل ازاي، وبننقي درجه واحده مثلا، ممكن اصفر، ممكن اخضر فاتح اللي هو المنت كولر، ممكن يعني ليه درجات على اخضرات، على اخضرات الباستيل كمان، او الوان الفواتح منها بالظبط، ممكن البيبي بلو، ممكن البينك، ممكن اي الوان من الوان الفواتح دي، نبتدي ان احنا نحطها في لون واحد لكل البرايد ميدز، وتبقى طبعا شكلها حلو، لان هو الصوره بتاعه العروسه في النص وحواليها البرايد ميدز بتبقى عامله زي التابلو كده الحلو. وحاسه انه لازم يكون في ماتشنج بين العروسه وهم، ولا مش شرط؟ لا مش شرط، لما هم كلهم يبقى لون واحد وهي لابسه مميزه ابيض بتبقى لطيف. وفي ساعات بنات بتعمل برايد ميدز لابسين ابيض زيها. مامه العروسه بقى المفروض تلبس ايه الوان؟ بقى معظم دلوقتي البنات كل ماماتهم بتلبس كده، بس دايما مامة العروسة على الفواتح، يعني مش هتنفع تلبس اسود مثلا. خلاص يعني بتبقى ما كانوا يقولوا ملك الالوان في السواري الاسود. الاسود ده ما حدش بيجي جنبه. بس الاسود ما بقاش دلوقتي الناس زي زمان بتحب تلبس اسود دايما. بنلبس اسود امتى؟ بيبقى عندنا فستان كده كلاسيك ما فيهوش حوارات كتير، بيزك يعني ده بينفع لاي مناسبه كده جات لنا فجاه بنلبسه معزومين عليها، محدش هيركز معانا. لكن لما بنبقى احنا اساس في الفرح، انا مامة العروسه او اخت العروسه او مرات اخوها او whatever، دايما بيتجهوا للفواتح والحاجات المطرزه، الحاجات اللي فيها يعني تكاتش العين اللي هيشوفها ان هي مميزه وباينه ان هي مش معزومه عليها. العريس بقى لبس العريس احيانا بيعملوا ماتشنج بينه وبين العروسه كقميص او منديل، فتنصحيه يعمل ايه عشان يكون في ماتشنج او الاثنين لاقيين على بعض؟ لا بصي، هو العريس غالبا بيلبس توكسيدو. اوكي، ف سواء بقى هي البليزر بتاعها ابيض او البليزر بتاعها اسود، هي توكسيدو، مفيش اي ماتشنج بقى في الموضوع. يعني هو الاحلى كانوا زمان بييجوا يلبسوا في الخطوبه، العريس والعروسه يلبسوا بالظبط، بتلاقي القميص بتاعه لون فستانها مثلا او منديل، بس ده في خطوبه. لكن في الفرح لا في الفرح لازم هو بيلبس بدله سوداء ببابيون كله اسود توكسيدو، او عليها الجاكيت ابيض، يعني في عريس بيحب كده عريس بيحب كده، بس هي ما فيهاش بقى دي ماتشنج حاجه، لان غالبا المنديل لازم يبقى ابيض، فبيبقى شكل كلاسيك يعني، علشان تبقى فيه الميموري بتاعت الفوتوشوت ان هو هتفضل دي طول عمرها موجوده. دايما يعني النصيحه الاحلى حاجه ان دايما تتجه للبساطه،
والحاجات اللي ما فيهاش الموضة قوي، عشان بعد 10 15 سنه لما اتفرج على صورتي ما اقولش ايه ده انا شكلي غريب، لان الموضة اختلفت. ده بيحصل فعلا. دايما الحاجات الكلاسيك والبيزك بتخليني دايما في السيف سايد. انا عايز اسالك، بتقنعي ازاي العروسه وهي عندك، جات لك عروسه وهي دماغها مصممه على حاجه لا لايقه عليها ولا لايقه على مقاييس جسمها ولا لون بشرتها، فازاي بتقدري تقنعي العروسه بانه ده المناسب معاكي؟ بصي، مبدئيا لما بيبقى في كلاينت جاي او عروسه او تافر جاي لفاشن ديزاينر، فهو عارف ان هو لازم يسيب نفسه تحت ايد الفاشن ديزاينر. ما ينفعش ان هو يكون جاي وعايز السر، وهو عايز السر يروح لتايلر خلاص يعمل اللي هو عايزه، اوكي؟ فبيبقى غالبا 90% بيبقوا واثقين ومتاكدين ان اللي قدامه ده انا واثقه فيها، فدايما بتبقى سايبه نفسها. يعني الحمد لله عمر ما قابلتني ان حد مصر على حاجه او بقى دايما يعني ساعات عندهم ثقه. بيبقوا عندهم ثقه. هي فكره ان اللي قدامك انت مقتنعه بيه ولا مش مقتنعه بيه. زي نفس فكره الدكتور. بتساليهم في ايه قبل ما تبداي معاهم تصميم فستان ليها حسب المناسبه بتاعتها؟ ايه اللي بتحبي تعرفي؟ يعني في ناس تقول لك الابراج برجها ايه، شخصيتها ايه، هل ده فعلا؟ بصي هقول لك على حاجه، هو حوار الابراج ده انا عن نفسي بحبه جدا، اوكي؟ وبحب اعرف اللي قدامي برج ايه، خلاص؟ بحب برضو اعمل بوند حلوه بيني وما بين الكلاينت، يعني نتكلم ونضحك ونهزر قبل ما تبدأ اي حاجه عشان تاخد عليا وما تحسش ان هي متنشنه، اوكي؟ وبعد كده ببتدي اقول لها انت حابه تلبسي ايه؟ طب وريني الصور مثلا، انت نفسك تلبسي لون ايه؟ طب انت نفسك تعملي موديل ايه؟ لو لقيتها ان هي منقية حاجات لايقه على جسمها بنبتدي نمشي في نفس الخط ده اللي هي مختارة. ونتكلم في مثلا اللون، طب ايه رايك لو نعمل اللون كذا بلون كذا، وبتقتنع. لو لقيت ان هي من اي حاجات بعيده تماما ببتدي بقى انا بقنعها، بقول لها طب تعالي نقف قدام المرايه، بصي انت عندك الحته دي كذا، لو انا عملت هنا كده هيكون افضل لمقاييس اللي مثلا حد عنده هيب عاليه خلاص، لو طب تعالي نحط حاجه واسعه هنا عشان الواسع ده بيداري على الحته اللي انت مش عايزاها وهي مثلا قليله من فوق، فانا كده قفلت لحد الوسط فبينت حته صغيره، ومن تحت انا عملت كاموفلاج على الحته اللي مضايقاك اللي فيها بتقتنع. فخلاص بيبقى الموضوع خلص. ما انا بتكلم بقى انه لو واحده مش مقتنعه، بس في الاخر يعني الحمد لله انا ما قابلتيش. لا لانه احيانا بنلاقي عروسه قصيره ولابسه فستان قصير فبتبقى باينه، بيبقى غلط من الديزاينر. من الديزاينر بنفذ لها اللي هي عايزاه. زي دكتور التجميل كده لما بيوافق قلنا ايوه بالظبط. بصي نو واي ان هطلع من عندي فستان اوكي وعليه اسمي وشكله مش حلو، لان ده بيضرني انا. اوكي، لازم يكون احلى حاجه انت هتعمليها، لازم احلى حاجه عليكي، لازم انا اشوفك واقول الله حلوه، وانت تبقي مبسوطه وفرحانه جدا باللي انت بتعمليه واللي انت لابساه خلاص. لان لو انا هاخد صورتك واحطها عندي وعليها اسمي، ما هو لو وحش انا اللي مضرورة على فكره. لا حقيقي. محدش هيعيب في الكلاينت، هو هيعيب في اللي عامل لها الفستان. والعكس لو هو حلو فعلا برضه، ولو هو حلو فعلا ده بيديك كريدت ليا. صح. الاكسسوار بتاع العروسه، بتختاري معاها الاكسسوار ولا ممكن عادي تلبس اي حاجه مع حسب اي فستان بقى اختارته او عملته معاها؟ لا، انا بحب دايما اعمل ستايلنج لكل حاجه. شعر، ميك اب، اكسسوري، تشوز، كل حاجه علشان تطلع مود عام. علشان كنت في الاول لما حد بياخد الحاجه يلبسها فكانت مثلا بتعمل شعر مش مظبوط عليها فالصوره بتقل، يعني احنا دلوقتي السوشيال ميديا وكده هي الصور هي اساس الموضوع، يعني انا عارض شغلي ازاي الا لو بصور بالنسبه للكلاينت، غير لما بعمل كولكشن. فبقيت احب ان انا اختار معاهم كل حاجه، والحمد لله هم يعني بيقتنعوا وبيبقوا مستلطفين جدا الحته دي. عرفنا اصلا ان الفساتين البيضاء بقت كمان مامه العروسه واختها بيلبسوها عشان يكونوا مميزين في الفرح، دي موضه يعني. فعايزين نعرف ايه هي الالوان اللي بتليق على الاوت دورز عموما؟ الالوان هنبقى هنتكلم بقى دايما في الالوان الفواتح اللي هي الوان اصلا للمعازيم. لو طبعا اخت العروسه مامه العروسه عايز تلبس اي من الالوان دي براحتها طبعا. يعني كل حد بيبقى على حسب ذوقه. عايز تلبس ابيض، عايز تلبس من الالوان الفواتح هتلبس. طب احنا شايفين دلوقتي الفستان اللي معروض معانا هو الدرجات النود او البيج مش كده؟ هو درجاته على جراي شويه. جراي كتطريزات، كتطريزات في بقى في بلوسيال، في الروز الفاتح، في البلوسيال اللي هو اللبني الروز الفاتح. هتلاقي فيه درجات الوان كده باستل كولر، بس على ارضيه لونها جراي. بتاخد بقى طبعا هي من كل الالوان دي عشان بس توحد اللون. فستان زي ده ممكن ياخد وقت قد ايه في الشهر؟
احنا بننفذ غالبا في اسبوعين ثلاثه ماكسيمم، ده بالنسبه للسواري طبعا. رغم انه لا يكون في شغل تطريز او حاجه ولا بتبقى تفريغ؟ الفستان ده القماشه بتاعته اوريدي هي جاهزه، بتبقى طبعا اسهل لو احنا بنعمل حاجه يعني كاستمايز او كده. حتى لو برايد ميدز لو عايزين يلبسوا الدرج دي ممكن نخلصها في نفس المده مش كده؟ طبعا.